حبايبنا الحلوين، يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع دعوة للأصدقاء. إيش رأيكم حبايبنا الحلوين نشوف في فيلم حلو؟ فيلم حلو، موعدنا المخرج إنه بيقدم لنا فيلم حلو اليوم، ها؟ وركزوا عليه معاي لأن نبي تعليق حلو من الأطفال اللي معانا هني في الاستوديو، لأن أنتم بعيد عنا وما نقدر نطالكم تشوفونا الحين، ما نقدر نتصل بكم، فالأطفال الحلوين اللي معانا هم اللي بيجاوبون وبنشوف أحسن تعليق على الفيلم. شفت الفيلم؟ شفت الفيلم؟ من عنده تعليق حلو عليه؟ تعالي انت محجاب، انت تعالي، تشجيع حلوة، تشجيع حلو لها. شفت الفيلم، شو تقولين عن شفتي في الفيلم؟ مدرسة أسماك تحت البحر. شنو التعليق اللي تسمينها؟ أو شنو الاسم اللي تطلقين عليه؟ اطلب العلم ولو في البحر. اطلب العلم ولو في البحر، كلام حلو وتصفيق، تصفيق حلو لها. روح اخذي هديه من عند فصيح، خلي يعطيك هديه واحنا نطالع واحد غيرك بعد، كان عنده تعليق حلو. تعال 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 يودي. قربش اسمك. هشام صادق حسن احمد اشوف.
بالعدالة حتى نسمع اسمك؟ هشام صادق حسن أحمد عاشور. هشام صادق، زين أنت شفت الفيلم طبعاً. إيه. زين، شنو الاسم اللي ممكن تطلق على هاي المدرسة أو العنوان أو التعليق؟ مدرسة المشاغبين الأسماك. مدرسة مشاغبين الأسماك، بس ما فيها عادل إمام ذي ولا فيها سعد صالح. طيب، صفقة حلوة لا؟ روح حق فصيح اللي يوزع الهدايا اليوم وماخذ راحته، يعطيك هدية، يلا. الحين ايش رايكم نشوف حبايبنا الحلوين اللي معانا في الاستوديو ايش عندهم من مواهب واماني؟ يلا نشوفهم. ها تعال انت، تعال انت، تشجيع حلوة لهم، تشجيع حلوة. شو اسمك انت؟ هدى علي احمد. هدى علي احمد، في اي صف انت يا هدى؟ رابع. الصف الرابع. وانت؟ يوسف خالد. يوسف خالد، انت ايش تبي تصير يا يوسف؟ لاعب. في المستقبل تبي تصير لاعب كرة قدم؟ ايه. طيب انت لما تلعب كرة قدم عقب ما تخلص اللعب وتعتزل من اللعب تبي تصير شنو؟ عقب ما تخلص يعني تصير مدرب؟ ايه. يعني تصير مدرب مثل عيد مبارك ولا مثل فيرستو؟ ها؟ ايه. الله يوفقك ان شاء الله، وانت ايش تبين تصيرين؟ دكتورة. زين، ايش رايكم نروح للفنان محسن جابر الحين، الفنان الرسام الكاريكاتيري، ها؟ نشوف ايش بتصيرون انتوا في المستقبل لما امنيتكم تتحقق ونشوف شكلكم وانتوا كل واحد صاير مثل ما هو يتمنى. يلا نروح، يلا تفضلوا معي. يلا روحوا. السلام عليكم، كيف حالك يا استاذ؟ الله يعطيك العافيه. جايبين لك طفلين حلوين، كل واحد منهم عنده امنيه ويتمنى انها تتحقق، فنحاول نرسمهم حتى نراويهم انفسهم وهم متحققة الأمنية لهم. الأخ يبي يصير لاعب كرة قدم وعقب ما يصير يخلص من اللعب بيصير مدرب، والأخت بتصير دكتورة. ها ها دكتورة، نتمنى نخليهم معاك ترسمهم واحنا نروح نلعب مع الأطفال شوية على بال ما تخلص الرسمة. زين زين، يلا شكرا لكم. يا حلوين يا شاطرين، بكل هدوء بكل هدوء بنشوف منو اللي عنده موهبة حلوة، منو اللي عنده موهبة عزف ولا أغنية ولا شيء. تعال انت، تعال، اي تشجيع تشجيع حق شو اسمك؟ إيمان أحمد محمد. إيمان أحمد محمد، في اي صف انت يا ايمان؟ اولى اعدادي. اول اعدادي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. ايش بتسمعين، ايش بتسوين؟ بعزف ذهب الليل. ذهب الليل، وتعزفينها على الاورج؟ انت معاك اورج ولا بتعزفينها على الاورج اللي معانا؟ لا الاورج. تعرفين حق هاي اورج ايش كبره عود؟ ها تعرفين؟ شاطره. من علمك انت على الاورج؟ في مدرسه جنه الاطفال، بعدين دخلت في قطر الاعداديه. تاخذين دروس الموسيقى. شاطره، يلا روحي هناك عند عند الأورج ونبيك تسمعينا معزوفة حلوة. يلا وتشجيعة حلوة لها، تشجيعة حلوة.
حلاوة. تعالي تعالي تعالي. الحقيقة بدعتي وما قصرتي. تمام التمام. ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. وتحية من الأطفال الحلوين اللي معنا بالاستوديو. وروح أخذي لك هدية. أخذي لك هدية من هناك. ما أقول لك أنت لا تغربلنا لا تغربلنا يا بابا. تعالي أنت. بسرعة بسرعة. تشجيعة تشجيعة مال. شو اسمك؟ اسمي غادة مدحت صادق. غادة مدحت صادق؟ ايش بتسمعينا يا غادة انت وانت اختها؟ ها؟ تغنون يميع يعني ولا شيء؟ اه. ها؟ شو اسمك؟ دعاء مدحت. ها؟ دعاء مدحت صادق. دعاء. طيب شنو الاغنية اللي بتسمعنا اياها؟ البنات. البنات. حافظين اغنية البنات؟ اه. ها؟ يلا نسمع. واحد اثنين ثلاث. البنات البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات طاطاتي في طاطاتا، قولوا يا بختنا يا بختنا يا بختنا، قد ايه كلنا 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 فرحانين مننا اتولدنا بنات. همهم خدمة بلدهم زيهم زي البنين، البنات حنينين كلهن طيبين، همهم خدمة بلدهم زيهم زي البنين، البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد، البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد، بالاحتمال والجلد مذكورة في المعجزات. يا بنات البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات طا طا تي تي طا طا طا. ها فصيح ان شاء الله عندك هدايا حق. لا عندي هدايا بس هذه الاغنيه حق البنات. انا اشوف كل البنات صفقوا لصبيه ما صفقوا، ليش ما يغنون حق لصبيان بس كل البنات يغنون لهم؟ ايه هم يقول لك البنات مثل الصبيان يخدمون بلادهم. إيه إيه يشاركون في خدمه بلادهم، وهذا كلام إيه سليم. إيه صح. يعني البنت ممكن تصير دكتوره، ممكن تصير إيه مدرسه، صح، ممكن تصير مذيعه، صح، اشياء وايد. صح؟, إيه صح وتساهم في خدمه بلدها. شاطرين. روحوا خذوا لكم هدايا. صفقه حلوه لهم. تعالوا تعالوا مرة ثانية نقول لك أهلا. ها نشوف نشوف بإذن الله إن شاء الله كل واحد يتحقق الأمنية اللي في باله إن شاء الله يا رب. قولوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هذه الدكتورة الدكتورة هدى. الدكتورة هدى والسماعة في رقبتها، شايفينها يا أطفال؟ الدكتورة هدى السماعة هاي اللي تفحص فيها. ها أنت تبين طبعا تصيرين دكتورة صح؟ يعني ليش قلتي تبين تصيرين دكتورة؟ علشان أعالج المرضى. تعالجين المرضى شاطرة إن شاء الله. الله يوفقك. وهذه طبعا هدية الرسمة من عند الفنان محسن جابر، خذيها لك. ولك هدية بعد ثانية إن شاء الله من البرنامج. نشوف الرياضي الرياضي لاعب الكرة والمدرب يوسف غالب. اللاعب والمدرب مرة واحدة. شايف شذي تصير؟ ها لابس الحذاء الخاص بلعبة الكرة والشورت وكل شيء. تمام التمام. ها خلي لياقتك عاد قوية. زين طبعا يوسف يوسف بعدين 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 نبيك تلعب ويانا في المباراة. زين
العبي انا؟ وانت تلعب الكرة يا فصيح؟ لا انا ودوني المنتخب. ودونك المنتخب؟ ايه. حتى تطيح من اول خمس دقائق. تبي لياقة هذه لعبة كرة القدم تفكرها انت سهلة يا فصيح. يلا اوكي إيه؟ براحتك إيه؟ براحتك. هذا لشباب حلوين بيشاركون ان شاء الله المنتخب والفرق الأهلية الموجودة حتى يسوون لهم اسم قوي ويشاركوا ببطولات عالمية. ايش فيك انت؟ زين انا بقعد حارس. انت حارس يمكن يقبلونه. إيه؟ تقبلونه؟ ها؟ إيه؟ يلا الله يوفقك. وهذه هدية الفنان محسن جابر ولك هدية من البرنامج ايضا تاخذها. شكرا لك. شكرا استاذ. يا ريت نشوف قراءة السلوكيات. يا ريت نشوفها. ممكن نشوف الرسمة الأولى. ده طفل بيشرب شيء حار. يعني الشاي حار أو الماء حار أو حار وايد. وايد. المفروض الواحد يشرب الشاي يكون متوسط دافي. متوسط الحار. عشان ما يضر صحته طبعاً. لا يضر صحته. حتى الأكل نفسه مو بس الشرب. لما الواحد يعني ياكله وهو فاتر شويه على اساس اسنانه على اساس معدته. هذه اشياء لازم نحافظ عليها يا اطفال ونتروى فيها. ما نشرب الشاي وهو حار وايد وايد وايد. زين نشوف الرسمه الثانيه. نشوف الرسمه الثانيه. وده شيء بارد. هاي العكس. يعني العكس. ايه المفروض يعني الواحد لا يشرب شيء حار وايد ولا يشرب شيء بارد وايد. كلش. او ياكل مثلا ايس كريم أو وايد يضره طبعا. يسوي له لوز وشغلات. يحافظ على نفسه. وياكل اشياء تفيده. اي تمام. في غيرها بعد؟ في رسمه غيرها نشوفها. نشوف هاي. شنو هاي؟ سيكل ولا شنو؟ سيكل. بطبط هاي بطبطها. اي انا عرفتها يا استاذ. اتفضل. اي هذه خطر. كلش خطر. عاد كلش خطر. كلش. شو تقول يا فصيح في هالرسمة؟ عندك تعليق على هالرسمة؟ لا بس شلون كذي؟ هاي خطر كذي. اللي هاي يركبون بطابط يمشوا في السكة. ايه معقولة احد يروح من غير اول شيء؟ لا عنده رخصة ولا شيء. إيه؟ ولا مسموح لانه يسوق. صح. ويروح يسوق في الشوارع ممكن سيارة تضربه ولا ممكن يدعم لناس. هذه كلام مو سليم. مو سليم. ولا يعرف القوانين ولا النظام. صح يا أحمد هذا كلام سليم. الواحد لازم أول شيء يكبر ولما يصير في السن القانونية يعطونا الرخصة بعد ما يتعلم ويتدرب على الإشارات وعلى المرور وعلى شغلات وايد. أحسن ما يودي نفسه في داهية كذي يركب على بطبط ولا سيكل ها ويروح يدور في الشوارع في الأسواق ولا في الفرجان تضرب سيارة من غير ما يدري ولا هو يضرب لمرة عيوز ولا ريال شيبة. ولازم على الوالدين ما يشترون حق عيالهم. واحنا نوصل ابا واولياء الامور انهم طبعا ما يسمحون لاولادهم انهم يشترون لهم سياكل يشترون لهم سياكل ويخلونهم يطلعون على كيفهم في الظهاري ويلعبون. نشوف الرسمه اللي عقبها. شوف الرسمه اللي عقبها. هذه ضحكه حق الاصدقاء عشان يبتسموا ويضحكوا. اي شو تقول؟ هاي نكته. رسمه هي نكته يعني. ايه ده في واحد بيصطاد سمك فالسمكه بقى طلعت له وبتقول له الحين مو بجوعانه ابي شيء بارد. تبي عصير ها؟ شبعانه هي تبي عصير ما تبي اكل عشان كذي ما يقدر يصيدها. هاي ذكيه وايد ذي الاسم كذي. تضحك عليه. طيب شكرا استاذ. ان شاء الله نتامل نلقاك في الحلقات القادمه وتشاركنا فقرات حلوه. الله يعطيك العافيه. شكرا. تشجيع حلوه للفنان محسن جابر. والحين حبايبي الحلوين مع مسابقه البالونات ونحيي المتسابقين معنا. شو اسمك؟ انتصار احمد. انتصار احمد. وانت؟ عبد العزيز علي. قدامكم بالونات خضراء وحمراء. ايش تختارين؟ اي لون؟ الاحمر. الاحمر. انت يعني الاخضر. زين شروط المسابقه انكم تلفون دار ما دار الدائره ذي شايفينها. اثناء ما تعزف الموسيقى احنا نمشي ندور. توقف الموسيقى كل واحد يهجم على البالونه اللي هو اللون المخصص له ويحاول يفرقعها. زين وفي الاخير نشوف منو الفايز. طبعا احنا نشجع الاولاد يشجعون الولد والبنات يشجعون البنت. زين يلا 1 2 3.
حبايبي الحلوين، والحين مع جزء حلو من أوبريت الليلة الكبيرة. ها عجبتكم الفقرة هذه؟ حلوة؟ قولوا حلوة. حلوة حلوة حلوة. قلت لك أنا، قلت لك أنا عيل. ليش خليت تغيون؟ ما شفت ملقوف يمية؟ ها انفعوك؟ يا إيه كملوا لك البرنامج على الأقل. هذا لربعك؟ يا أنا ما دريت إن هذا لربعك. عيل ذيل فنانين يا فصيح، فنانين مثلك. عيل بساعة تقول 17 واحد وبالقوف وما أدري منها وما أدري منها قاعد تطلس عليه. ليش؟ شو أسوي يا فصيح؟ دخولهم عجيب، بعدين مو بكلهم مدعوين يا وشذي من غير دعوة. ما عليه، بس أذيلة أخواني أنت حين أنا خلتني أزعل صراحة، أنا زعلان الحين. لا لا ما تزعل، أنت رفيجنا وحبيبنا، تزعل علينا؟ انت لو زعلان علينا ما قدمت لنا الفقره هذه مالت الليله الكبيره الحلوه. شفت شلون؟ خلاص الحين عاد نودع حبايبنا الحلوين اللي قدمنا لهم فقراتنا الحلوه اليوم، وان شاء الله تكون عجبتهم، ونوعدهم ان شاء الله على امل ان نلقاهم الاسبوع القادم مع فقرات حلوه ولطيفه، وان شاء الله تعجبهم ايضا. نقول لهم مع السلامه.